تشهد منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل العديد من المواجهات القوية، لعل أبرزها مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي في لقاء جماهيري يترقبه عشاق الساحل المستديرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ولكن قبل اللقاء الجماهيري هناك مواجهتين يحملان أيضا إثارة وقوة كبيرة، والبداية بلقاء طلائع الجيش والذي يستضيف فريق سموحة في لقاء يحمل طموحات مختلفة، بين فريق يسعى لمواصلة قطار انتصاراته وآخر يسعى لتدارك هزيمته أمام الزمالك في الجولة الماضية. ونجح فريق طلائع الجيش في تدارك سقوطه في فخ الهزيمة أمام المصري في الجولة الافتتاحية بالفوز على غزل المحلة في الجولة الماضية، بينما فريق سموحة الذي بدأ الدوري بقوة وحقق الفوز على حرس الحدود بثلاثية سقط في فخ الهزيمة على يد الزمالك، وهو ما يشعل مواجهة اليوم بين الفريقين. وفي اللقاء الآخر يستقبل فريق الجونة نظيره غزل المحلة وعينه على تحقيق الفوز الأول له في دوري نايل بعدما عرف التعادل في أول جولتين أمام زد اف سي والمصري البورسعيدي على الترتيب. المهمة لن تكون سهلة في ظل رغبة فريق غزل المحلة في تحقيق فوزه الأول هو الآخر بعدما تعادل في لقاء وخسر آخر على يد طلائع الجيش، وهو ما يعطي للقاء أهمية كبيرة للفريقين. وفي ختام لقاءات اليوم من دوري نايل، القمة الجماهيرية التي تجمع فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي في لقاء سيتجدد كثيراً الموسم الحالي بعد وقوع الثنائي في مجموعة واحدة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. ويسعى فريق الزمالك لمواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد التفوق على البنك الأهلي وسموحة وتجاوز عقبة المصري. ولم يعرف الزمالك الفوز على المصري خلال مواجهتي الذهاب والإياب التي حملت تفوق بورسعيدي في دوري نايل الموسم الماضي، كما لم يعرف الفوز عليه في آخر 5 لقاءات في المسابقة المحلية، وهو ما يحفز رجال المدرب علي ماهر لمواصلة سلسلة التفوق على الفارس الأبيض للقاء 6 على التوالي. فهل يكون له ذلك أم لأبناء ميت عقبة رأيا آخر في أمسية دوري نايل؟